بيوتيز ووكم باك تو ماي شانل. اليوم عملت لكم هيدا الشمري ميك اب لوك اللي هو انسبايرد باي ايفن ستار، نزلته على انستغرام وانتم كثير حبيتوه، سو اكيد حصور لكم يا فيديو. سو اذا حابين تعرفوا كيف عملته بليز كيب واتشينج. هلا حبلش بالبرايمر من ميك اب فور ايفر وحمده على كل الجفن. ما تنسوا انه كل البرودوي اللي عم استعملون مسجلين باساميهم المفصله بالديسكربشن بوكس. هلا حاخذ الاي شادو رقمه 337 من انجلوت وحمده ببلندنج براش على الكريس، يعني على كسره العين، وطلعه شوي لبرا بفلات براش كبيره. حاخذ هذا اللون الابيض من الباليت ميت مات باليت وححطه تحت الحاجب. هلا حاخذ هذا الاي برايمر من ارت ديكو وسينتيتك براش، هذا البرايمر ستيكي يعني بيسمح انه الجليتر يلزق عليه، ححطه بس على الجفن من تحت. هلا ححط من انجلوت لوس باودر تحت العين واتركهم تحت العين لانه ححط جليتر وحيحر كثير على وشي. هلا حاخذ الجليتر من ميك اب فور ايفر وسينتيتك براش وحطه دغري فوق البرايمر اللي حطيته على الجفن بطريقه انه بكبسه كبس، ما بعمله دمج لحتى اضمن انه يلزق ويضل عطيني هيدي اللمعه الحلوه. هلا حاخذ الاي شادو تيز من Urban Decay Naked Palette 2 وبال E55 من سيجما ححطه كمان على كسرة العين لحتى ما يبين في كتير فرق بين الجليتر وعظمة العين، يعني يكون كل شيء مدموج مع بعضه بشكل نظيف ومرتب. ونفس اللون كمان حارجع احطه على جفن التحتين. من MAC حاخذ فانيلا يلي هو Pigment اي شادو وبفلات سمول براش ححطه على دمعة العين ليبين انه عيني مفتحة اكتر. برجع باخد بنفس البراش سباركلينج داست من انجلوت لانه لمعته كتير قوية وبحطه على دمعة العين فوق الفانيلا كمان يعطيني قصة ضوء اكتر. من انجلوت حارجع اخد الجليتر اللي رقمه 55 وباخد بعدين سينتيتك براش وبرش عليها الفيكس بلاس من ماك وبحط شوي منه على اول الجفن فوق الجليتر اللي حطيته قبل، هيك بيعطيني لوك سيلفري اكتر يعني على فضي اكتر. هلا حاخذ من نيكس هذا البنسل اي لاينر، هو شوي على ليكويد لانه احسن شيء مع الجليتر تستعملوا ليكويد اي لاينر، وحارسم خط كثير رفيع فوق يعني خط الرمش. هلا حاخذ وايت اي لاينر من انجلوت وحطه بقلب عيني. بالنسبة للاشز حاستعمل ماي فيفورت لاشز اللي هن من هدى بيوتي اسمهم سماثا وحطهم عيوني. بعد اللاشز اكيد بحط ماسكارا كرمال ادمج رموشي مع الرموش الاصطناعية. بالنسبة للبلاش حاخد هيدا البيوتيفول بينكش بلاش من نارس وحطه على الابلز اوف ماي تشيكس، انا اوريدي عاملة كونتورينج لماي فيس. بالنسبة للهايلايتر حاخد هيدا البيوتيفول هايلايتر اللي بيجي على بيبرز واسمه ماي كوتور وحاخد الريل تكنيك براش حطه على عظمة الخد. بالنسبة لماي ليبس حاستعمل 3 برودكتس، أول شي سب كلتشر من ماك اللي هو ليب لاينر وحعليه في شفافة، بعدين برجع باخد من ماك كمان المات ليبستيك اللي هو بيجي على لون بينك فاتح أو بيبي بينك، بعدين برجع بحط من لانكوم جلاس على نص الشفة وبدمجه شوي مع الليبستيك بيعطيني هيك لوك فولر لماي ليبس وأحلى. بما إنه it's look inspired by Even Star يعني هو شي مثل Elvish من Lord of the Rings، ححط لانتي بلو كمان يكون قريب على أروين إذا بتعرفوا هذا الكاركتر، وحاستعمل سولوتيكا آيس. وآخر شي كمان ثبت كل البرودكتس على وشي، ححط الفيكس بلاس من ماك ورش على كل الوش. إذا حبيتوا هذا اللوك please like this video و don't forget to follow me on my social media وكمان subscribe to my channel Julia's channel. Thank you so much for watching. شكرا بما next video.